عودة لإلكم مشاهدينا من بعد الفاصل الإعلاني. ضيفتي بهيدي الفقرة رح بتكون السيدة جيزال أبو خير، لنكون عم نحكي أكثر عن الرسم على الزجاج والزخرفة يلي هي هلأ عم تمتهنها، وأكيد عندها بيج بتكون عم تنزل عليها كل القصص يلي بتعملها بإيدها. مساء الخير مدام جيزال. بونسوار. أول شيء بدي أسألك عن هالفكرة، كيف بلشت معك بالرسم والزخرفة على الزجاج، ومين شجعك على تطويرها؟ فكرة بلشت معي تقريبا من 5 سنين، كنت حابة أشتغل، كان عندي أولاد صغار، فنقلت شغلي على بيتي. واللي شجعني أكتر شيء أولادي وجوزي وزبوناتي يلي بلشوا يشتغلوا ويشتروا من عندي، هيدي كانت مهمة كتير لإلي. وانت درست الزخرفة والرسم او هي هواية انت طورتيها منك لحالك؟ لا، أنا معي دبلوم بالرسم والتصوير، درستها بالجامعة اللبنانية. حلو. وحسيت في تفاعل من الناس، يعني العالم يلي عم تشوفك عم ترسمي شجعتك على هيدا الشيء؟ في كتير عالم بحبوا الشغل الهاند ميد، كان الرسم أو الديكوباج اللي أنا بعمله. في فئة كتير كبيرة، المدام بتطلب فنجان قهوة من عندي بترجع بتقول لي حضري لي صينية لحتى أرسم لي عليها. في كتير تفاعل. إذا بدنا نحكي أكثر هلأ عن الديكوباج اللي أنت سبق وذكرتيه هلأ، شو الوقت اللي بيستغرقه؟ كيف لازم يكون عم نشغل عليه؟ الديكوباج هو أي شيء نحن فينا نحطه على الإزاز، على الخشب، على الموبل، على فنجين القهوة بطريقة أرتستيك. بياخد وقت كتير، بده شيء بين ال3 أيام وال4 أيام، لأنه نحن بنحطه تدريجيا، يعني مش حطينا على البيبر ديكوباج على القطعة وخلص. في بانتير من بعدها بدنا نخبزها من بعدها، بياخد وقت كتير. تقريبا كل ايتم قد ايه بياخد وقت؟ يعني عم بتقولي اذا عم نشتغل ديكوباج وبدو بانتور وهيك، اذا لنعتبر انا اليوم عملت اوردر حيلا اكيد ايتم، قد ايه بياخد تقريبا وقت لحتى يكون عم يتنفذ؟ واكيد من بعده كيف بتصير طريقة التوصيل وهيك؟ حسب، هلا اذا عندي تقريبا تزيين فنجين قهوه، الديكوباج عليها بده 4 ايام لحتى يخلص. توصيل انا بصير، لانه بصير بشوف دار القمر كله باي ديليفري. هيدا اسهل طريقه بالنسبه لإلي. اوكي. و تقريبا لما تكوني انت عم ترسمي انت بتستوحي الافكار منك لحالك، انت يمكن بتخترعيهم بتالفيهم، او بتكوني انت عم تشوفي مثلا عم تعملي ريسيرش، عم تكوني بيزد على شيء معين، او العالم هن بيكونوا عم يجيبوا لك رسمه جاهزه؟ لا، في اشياء انا بعملها، في اشياء انا برسمها، انا بألفها. سيرتش اكيد بعمل كمان لحتى الفنجان يكون احلى من ايدي. وفي كتير زبونات هن بيطلبوا رسمه معينه كمان بنفذ لهم اياها. حتى كمان بالنسبه للديكوباج، في كتير عند زبونات بيقولوا لا انا بدي هيدي النقشه، فبحضر لهم اياها اكيد. شو الصعوبات يلي هلأ عم تواجهيها يعني بهيدا الشغل؟ هل بتحسي في صعوبة عليك ان تكوني عم تنفذي، خاصة مثل ما قلتيلي انت نقلتي شغلك على البيت؟ هل بتحسي يمكن الوقت هون عم يلعب دوره، او بتحسي كل القصص عم تكون مسهلة معك؟ لا، لانه شغلي صار ببيتي هو اهين، بشتغل وقت اللي بدي. بس بالنسبه للصعوبات، نحن مثلا في القنديله بتكسر بين ايدينا، لانه القنديله كثير رقيق. في الفناجين قهوه ايام بكون عم نشتغل، بكون عم نستعجل شوي، بكون عندنا طلبيات كثير بيتكسروا بين ايدينا. بس اكثر من هيك ما في صعوبات ابدا، الشغل كثير حلو، خاصه بس تكون وحده ببيتها عندها ريحتها اكثر. ما تكون عم تشتغل بمحل او عندها بشوب، يعني مفروض تكون بوقت معين. مثل ما عم بتقولي انه الازاز اوقات بيتكسر، ولكن هل لما تكون انت عم تشتغلي فيه، يعني قصدك بتكسر معك انت او بيكونوا؟ بس هو بين ايدينا، يعني خاصة القنديل، لانه القنديل الازاز، ازاز القنديل كثير رقيقة، بيقع من بين ايدينا يعني بتكسر، وهيدي هي اصعب شيء يعني. والبرودكتس تبعك عم تقدر تأمنيهم من البلد من هون، او بتكوني عم توصي عليهم من برا؟ حتى يمكن البانتور يمكن اللي بتستعمليها حتى. لا، نحن كله بنجيبه من لبنان، اوكي. كل شيء بنجيبه من برا، لانه كل شيء موجود عندنا بلبنان. على شو اكثر شيء بتحبي ترسمي؟ على كل شيء، ما في شيء محدد، بس بدي ارسم وبدي انفذ رسمه
على الفنجان بيطلع حلو، على القنديل بيطلع حلو، على البريق بيطلع حلو، على الخشب بيطلع حلو، فما في شيء محدد. هل في شيء ايتم هيك عزيز على قلبك بتحب انه شغلك عليه، ولا بتحس كل قطعة لها ميزتها الخاصة؟ لا، هي كل قطعة لها ميزتها خاصة، بس أنا القنديل بالنسبة لإلي بحب الشغل كتير عليه حلو. كتير. بالنسبة للعالم يلي بتكون عم تشتغل، سوري، عم بتشوف الشغل تبعك على البيج وعم تكون عم توصيك عليهم، شو الفيدباك تبعهم يلي من بعد ما يستلموا الاوردر منك؟ فيدباك بيكون كتير حلو، لأنه أنا منزلهم عندي على البيت، بس يحطوا كل قطعة بعملها يحطوها ببيتهم أو يستعملوها من فنجان القهوة للقنادي للبريق. فيدباك بيكون كتير حلو، وقديش بيكونوا مبسوطين بهالقطعة. أنا بس أعطي فنجان قهوة، بعطي فنجان قهوة بتستعمله المدام سنين ببيتها. نفس الشيء بالنسبة لكاسات البيت والكارافون، فيها تجليون تستعملهم عادي ببيتها، فبيبقوا سنين عندها. هيدا شيء كتير حلو وشيء كتير بيبسطني. هل بتحس انه بعد معقول تكون افكارك عم تتطور؟ هل عندك يمكن تصور لشغلك كيف رح يكون بالسنين اللي جاية؟ إن شاء الله بيكون أحلى، وإن شاء الله نتقدم أكثر، وإن شاء الله نشتغل على أيتمز أوريجينال أكثر. بس هلا بوقت الحاضر بالنسبة لشغلي هو كتير موسع، يعني من الخشب للإزاز لكاسات الواين، هالقصص كلها على قنينة. بعمل سوفينير ببي كمان، وبعمل سوفينير للأعراس، فإن شاء الله على القريب بيكون في أشياء جديدة بننزلها. أكيد إن شاء الله. هلأ نحن مثل ما بتعرفي بفترة عيد الميلاد، شو القصص يلي أكتر شي هلأ بتكوني عم تشتغلي عليها بهيدي الفترة؟ هلا اكثر شيء مطلوب الفنجين القهوه المرسوم عليهم لاعياد الميلاد، اشياء لكريسماس، وفي البريق وفي القناديل، هو اكثر شيء انا بعمل عليهم ديكوباج رسمات لكريسماس، فهو اكثر شيء مطلوبين، وصواني الخشب كمان. هلا اكثر شيء اكيد له علاقه بالضيافه، نحن معروفين بالقهوه والعالم بتحب تزور بعضها، اكيد يعني بيكونوا عم ينبسطوا بكل 100%. الايتمز اللي انت عم تقدمي لهم اياها. طيب مدام جيزال، بختام هيدي الفقره، شو هيك الرساله بتحبي توجهيها لكل الاشخاص عم يحضروك؟ نحن بلبنان رغم كل هالظروف اللي عم نوقف فيها بدنا نعيد ورح نعيد، وانا بشكر كل شخص بياخذ من عندي، بشكركم لانه هالبوش اللي اعطيتوني اياها هلا قبل العيد، وينعاد على الجميع، وان شاء الله بيمرق العيد خير على الكل يا رب. أكيد إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع، وأكيد وعليك خصيصا، ميرسي ونحن كثير، أكيد عبر قناة سبورة تي في بنتمنى لك كل الخير والتقدم بكل عمل ميرسي اللي كثير، بتكوني عم بتقومي فيه. ميرسي كثير لكم، شكرا ميرسي كثير، مشاهدينا، ميرسي كثير. وصلنا لختام هيدي الفقرة، فاصل إعلاني وبنرجع لكم.